صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بدي وجه الرسالة. بدي أحكي عن شغلتين، أول شيء إيران سايبر أتاك، تاني شغلي بلديات بلبنان. إذا بتريدوا تخبركم، بيصدر حكم بسبعة إيرانيين بمحكمة نيويورك إنن عاملين سايبر أتاك على الكمبيوترات بالولايات المتحدة الأمريكية. تعرفوا شو القصة؟ عملوا سايبر أتاك على الكمبيوتر تبع خزينات المي. بالصدفة المهندس لسبب للمينتنس بيفصل الخزان الكبير اللي بيورد لنيويورك ستيت المي عن الكمبيوتر العام لأنه عندهم مينتنس تيعملوه. وحصل الأتاك، يعني كانت صورة كارثة. كانوا بدهم يفتحوا كل البواب تبع المي، والمي بتفلت رأسين. يعني جريمة مش بس ضد الإنسانية، ضد أي شيء. وبيقول لك الإيراني، المتحدث الإيراني، ما عندن إثباتات. ما على شيء. بس المشكل بالأنظمة الإرهابية، وأكترية السياسيين اللبنانيين بالذات من كل الطوائف ما بيعرفوا الأمريكان، ما بيعرفون. يعني ليه تهريجات كميل نوفل، وليه اتصالات الوزير إلي سالم، ولا كل هالمجارير السياسيين وأزلام السياسيين اللي عم بيجوا وعم نشوفهم بواشنطن وبيهللوا الحيلون. ما بيعرفوا الأمريكاني أبدا. الشعب الأمريكي شعب كتير إنساني لتاريخ ما تضق فيه. هيدي شغلي بكن تحطوها بروسكم. وبيعرفوا كل شيء، مش ما في شيء ما بيعرفه، بيعرفوا الممحي واللي بعد الممحي. تاني شغلة، عمي حسن نصر الله، لك فرجيتنا أخطائك وشفناها، كان ما بدنا نضل نردد لأنه عيب نضل نردد. كان فيك تشيل النظام الإرهابي بسوريا وتحط نظام لألك 100%، لا فت على سوريا وحولت أبناء الطائفة الشيعية اللبنانية الكريمة إلى مرتزقة وقطالين الطولين أطلع للأبرية. إيه الأبرية، الشعب السوري بريء، سير على نظام فاسد عائلي طائفة إجرامي. ما في شيء ما عملوا، شفناه بلبنان أش عمل باللبنانيين وأش عمل بكل مخطفات الشعب اللبناني من حزب الله. طيب هلو لك عم يفرجينا صوره، لك ادعي المجلس النواب ويصدروا قانون كسر عن رابط من بإيدك كله، علمنة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة المجلس وقيادة الجيش. خي فرجينا شي بس. ما بدك. إذا في قتل وفي خطف ربه، أما إذا في شي لبناء المستقبل ما ألك علاقة فيه، هذا للتشريع بطول. طيب مشين البلديات هلو لك عمي كرميل الله اصدار بيان، قول البلديات ما لها علاقة بالسياسة يا جماعة، يا سياسيين يا عباقرة زمانكم، يا فاسدين ومفسدين سميه اللي بدك إيه. البلدية هي خدمة للمنطقة، يعني للضيعة أو للمدينة. أنا بطلب منكم تتفاهموا كلكم ببعضكم وتجيبوا ناس كفؤين وبدن يشتغلوا، معروفين بكل ضيعة، معروفين وبكل مدينة معروفين، يشتغلوا لهالضيعة يلي بتشمل الكل وللمدينة بتشمل الكل. لك فرجينا شي بس. لا أنا معي سلاح بخطف وبقتل. مبروك عليك. شكرا وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.